يعطيك العافية فتون خانم. أهلين تحسين، لازم نبخ بسرعة هدول الشجرات، الوراق حالتهم كتير سيئة. محلولة ولا يهمك. ليك عفوا من حضرتك فتون خانم، أنا كنت حابب أسألك سؤال. إنه هذا جود، تعرفي لي وين بيته أو وين ساكن؟ لا ما بعرفه، بس منى بتعرفه، ليش عم تسأل عنه؟ بدي حاكي. وبشو رح تحاكي؟ علاقته هو وجيهان ما أنا عاجبتني بصراحة، بدي أقول له إنه يبعد عن بنتي وما يحكي معها. ليش هيك؟ جود إنسان كتير منيح ومانه من النوع اللي بيأذي حدا. أنت ما حبيته ما؟ فهمت، ما حبيته أبدا. ماشي، هو شاب غريب شوي بس قلبه كتير نظيف، وانت كمان بتعرف منيح قديش فادنا وخدمنا. كم مرة لقى عروة ورجعوا على البيت؟ ورغم هيك أنا حابب أحكي معه. أنت أب طبعا وبتحب إنه تحمي بنتك منه، بس لا تقلق أبدا، جود ما ممكن يضر جيهان أبدا، أنا واثقة من اللي عم أقوله. حضرتك واثقة بس أنا لازم. وبصراحة أكتر أنا شكلي حبيته لهذا الشاب وكأنه ابني. صدقني جود كتير منيح. خاتمي، خاتمي، خاتمي ما أنا هون، خاتمي، خاتمي. وينه هالخاتم؟ يا خاتم وين رحت حبيبي؟ وينك؟ أمي الخاتم. لقيت خاتمي. لبعد طالعي من رقبتك بالمرة. ماشي برافو عليك حبيبي، لقى خاتم أمه. شوفي كيف خالي ما بيشلحه من رقبته بنوب، انتي كمان لا تشلحي. ما رح اشلحه أبدا، وعد. يعطيك العافية. تفضل. عم دور على صبية اسمها أمينة لو سمحت، وعلى العم حقي اللي مربيها. هدول انتقلوا من هون من زمان يا أخي. ما في حدا هون؟ مرحبا يا بنتي، أنا جاي أسأل عن جود، هو بالبيت شي؟ لا ما أنا هون. أنتي شو بتقربي؟ أنا أخته لجود. معناها أنتي أمينة ما؟ طيب مين أنت؟ أنا صديق قديم لأخوك جود. جود مو هون، راح هو. طيب تعرفي لي لوين راح شي يا بنتي؟ ايه راح منشان يلحق جيهان. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.